الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية زهرة البجاري إن موازنة العام القادم لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب، وهي لدى الحكومة التنفيذية ومجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل دراستها على حد قولها. وأضافت البجاري أنه بحسب ما ورد عن وزير المالية فقد تم احتساب موازنة عام 2022 على أساس سعر برميل النفط 50 دولار، وبالتالي هناك فائض بالأموال لكون سعر البرميل 71 دولارا، ويمكن من خلاله تسديد العجز المالي الموجود بالموازنة. حذرت هيئة النزاهة النيابية من انحدار السياسة النفطية في العراق إلى درجة فتح الباب للعمل في حقل الرميلة أمام شركة استحدثتها شركة بي بي تحت مسمى شركة طاقة البصرة. وقال أعضاء في الهيئة إن شركة بي بي التي تستثمر حقل الرميلة النفطي هي المستفيدة من استحداث شركة البصرة للطاقة، وذلك ضمن توجهاتها لفصل عملياتها في العراق لتصبح شركة مستقلة، والشركة الجديدة سيكون لها الحق في استغلال حقل الرميلة العملاق بالعراق، وستكون مملوكة بالشراكة أيضا مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية. وأضافوا أن تغيير الاسم هو إنجاز وهمي لغرض الترويج الإعلامي فقط، والحقيقة أن ما يحصل هو تنازل عن حقل الرميلة النفطي العملاق لهذه الشركة. تراجعت أسعار مادة البنزين في محطات تعبئة وقود السيارات في السليمانية بعد الارتفاع الملحوظ التي شهدته المحافظة في الأيام الماضية، وانخفض سعر البنزين العادي بمقدار 50 ديناراً ليصبح السعر 800 دينار عراقي بعدما كان 850 ديناراً. وعزى مراقبون اقتصاديون انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب على مادة البنزين بعد ارتفاعها، وكانت حكومة الكاظمي قد وعدت بتزويد كردستان العراق بالمليون لتر من مادة البنزين بهدف الحد من زيادة الأسعار. أكدت مصادر مطلعة استمرار تداعيات وتيرة العقبات التي تعترض دخول الصادرات السودانية للأسواق العالمية، على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية وإدماج البلاد بالنظام المصرفي العالمي. ويعرف السودان بموارده الطبيعية غير المستقلة، حيث يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، بجانب مساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان. أما في الشق الحيواني فيتمتع السودان ب 100 مليوني رأس من الماشية متحركة في مراعي طبيعية تقدر مساحتها ب 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب. استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع مدعومة بضعف الدولار، ففي بورصة موسكو ارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.28% ليصل إلى 71 دولارا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.39% ليصل إلى 68 دولارا فاصلة 68 سنتا للبرميل. ويدعم ارتفاع سعر النفط ضعف الدولار، حيث انخفض مؤشره مقابل سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بنسبة 0.07% إلى 93 نقطة. أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء السويدي ارتفاع أسعار المنتجين في البلاد في شهر تموز الماضي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 13.5% على أساس سنوي في شهر تموز، بعد أن ارتفع بنسبة 9.7% في شهر حزيران، وبذلك ارتفعت الأسعار للشهر السابع على التوالي. وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 8.9% في شهر تموز على أساس سنوي، وبنسبة 1.9% على أساس شهري. وارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 13.5%
0.9% في تموز على أساس سنوي وبنسبة 2.7% على أساس شهري. ختام الموجز إلى اللقاء.